السلام عليكم خوتي المغاربه اخواتي المغربيات، مرحبا بكم على قناه مامون بيبي. بغينا نوضحوا بعض المسائل. اليوتيوبر من الواجب عليه باش يوضح لي زابوني ديالو كل شيء، وما تكونش حتى حاجه غامضه وما نخبي عليكم حتى حاجه. الو غادي نديروا تحليل منطقي وبالدلائل والحجج. خوتي اخواتاتي، اولا وقبل كل شيء غنقول لكم بان انا ما كنتش عارفه بان الفيديو ديال الجيب قديمه. عاد سمعت بانها قديمه، كل شيء قال لي بان انا كنت يتسحبني جديده البارح مع من مر الدوره البرلمانيه. من بعد سمعت بان الفيديو هذيك الفيديو قديمه. بون، هذه حاجه اخرى. أسماء زروال تعودنا على أنها كدابة وما تتحترمش وما تتحشمش وما تتقدرش الشعب المغربي ولا تبالي. أسماء زروال احنا دابا راح نحفظنا لها البسيكولوجية ديالها وكيفاش تتصرف وكيفاش تتفكر وكيفاش تتلعب اللعب ديالها. أسماء زروال راكم شتو أخوتي اخواتاتي، مني جابت لنا السوزي ديال لالا سلمى ما جابتش لي غارد كور ديالها. مني جابت لينا، تنعاود اخوتي الفهم يفهم، مني جابت لينا سوزي ديال لالا سلمى ما جابتش لي كارد دو كور وما كانت عندها اوكين بروتيكسيون، يعني حتى حمايه ولو جابتها ورتها لينا حقها في اصيله، وهي ديك سوزي ماشي لالا سلمى، وجابت حقها واحد قدامها عطيها بالظهر، دونك ما يمكنلوش يحميها الا كان عطيها بالظهر. واقف زعما حقها، راه الكارد كور وما عندها حتى شي حمايه، غير واحد واقف وعاطيها بالظهر ولا يبالي لا يهمه. علاش؟ لانها هذيك ماشي الاميره لالا سلمى. عاطيها بالظهر، غير واقف موري وجهه موري وجهه زعما ها انا زعما راه الكارد كور ها انا، ولكن باش يوري راسو ها انا. أسماء زروال كنتي تقولي له يوقف من مور لالا سلمى باش شويه هذيك التصويره المزوره تعطيها شويه ديال المصداقيه. الا وقف من موراها، من مورا هذيك السيده اللي هي ماشي لالا سلمى، غادي شويه زعما فهمتي الكذبه شويه غتكون مغطيه، ما غاديش تبان كاع معيقه. ولكن بما انه عاطي الاميره اللي انتي تقولي اميره حقها وهي ماشي الاميره، بما انه عاطي لهذيك السيده بالظهر، اذا هذا ماشي حمايه وماشي البروتوكول ديال الحمايه ديال الاسره الملكيه اللي تنعرفوا حنايا. الوغ انتي يا أسماء زروال، مالفتة تجيبي لنا لي سوزي؟ مالفتة ومن العادات ديالك ان لي سوزي ما تتعطيهم حتى شي حمايه، ما تتحميهمش، ما تتجيبيش اللي تيحميهم. علاش؟ لان عارفاهم غير دي سوزي. فوالا. الوغ اولا غنبداو لك أسماء زروال، غادي نذكروا الكذب ديالك، غادي نجبدوا لك الكذب ديالك والحقائق ديالك ديال كلها غنحطوها لك دابا فوق الطبله، اللي غنسميوها هاد الحقائق غنسميوها صدق امك نهار العيد يا أسماء زروال بنت الشاويش بوشعيب زروال والعاهره حبيبه حديقي. المهم على بركه الله، الكذبه الاولى أسماء زروال قلتي بان الاميره لالا سلمى كاينه وتتخرج مع وليداتها وكاينه في جامع الفناء ولو لا اثار لها. كذب في كذب، كل مره تتوري لينا صوره قديمه، فيديو قديم وتتقولي لنا جديد، كل شيء كان كذب في كذب. قلتي لينا بان جبتي لنا واحد المره بان الاميره لالا خديجه ركبتي لها بالتزوير بشكل مونتاج واحد تكشيطه خضراء اللي خديتيها من وحده ستار فنانه وركبتيها ليها ودرتي مونتاج زعما راه هي، وهي ماشي هي داك التكشيطه ديال هذيك الفنانه، درتي لنا تزوير ومونتاج وقلتي لنا هي لالا خديجه وهي ماشي هي. شحال من مره خرجتي لينا لالا خديجه تصاور ديالها مونتاج وكذب في كذب وهي ماشي هي. اذا السؤال اين هي الاميره لالا سلمى؟ السؤال الثاني اين هي الاميره لالا خديجه؟ هذه حاجه اخرى.
شحال من مرة أسماء زروال كذبتي علينا وعلى العالم كله؟ شحال من مرة قلتي بأن جلالة الملك غادي يحضر في هاد البلاصة، غادي يسافر لهاد الدولة، غادي يحضر في المراسيم ديال الجنازة في لندن وما حضرش، وحضر في بلاصتو مولاي رشيد؟ شحال من مرة قلتي لنا بأن الملك غادي يحضر في شحال من حاجة في الخارج كانت وما حضرش؟ شحال من مرة جاو شخصيات من أمريكا من دول أخرى وما استقبلهم جلالة الملك؟ شحال من مرة كانت مناسبة وجبتي لنا تزوير قلتي لنا هذا هو جلالة الملك وكان تزوير غنذكروا 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 نذكروا نذكروا ونذكروا؟ راكي تتفهميني اش تنقول لك؟ غنذكروا كأسماء زروال بالكذب ديالك والتزوير، التزوير والفبركة، الفبركة والمونتاج. الوغ بوغ اتر كلير، باش نكونوا واضحين معاك أسماء زروال، كذبتي علينا وقلتي للشعب المغربي، وانتي تكذبين على تكذبين على الشعب المغربي، وتتقولي لنا بان جلالة الملك راه دار هاد الخطاب ودار هاد الخطاب وكان في سيفورا، وهو ماشي كان في سيفورا، هو كان في الفارماسيان 4 سنوات قبل هذه 2018، كان في فارماسيان وقلتي لنا لا راه كان في سيفورا في 2022، وتتكذبي تتكذبي تتكذبي وتتمادي في الكذب وتتمادي في الكذب، والكذب ديالك ما بغاش يسالي، والشعب المغربي ما بقاش تيثق بك، الشعب المغربي ولا باغي يشوف الحاجه بعينيه. بون شويه جبتي لينا أسماء زروال في الحفل ديال الذكرى ديال المولد النبوي، جبتي لينا الصوت ديال مصطفى العلوي اللي الله يرحمه السيد ميت، وانتي جبتي لينا الصوت ديالو، الكومونتيرات ديالو، جبتي لينا لا بريزونطاسيون ديالو في ذكرى المولد النبوي هذه بضعه ايام قبل، وتتقولي لينا بان هذاك الشيء راه في الوقت ديالو، ولكن هذيك الشيء ما يمكنش يكون في الوقت ديالو لان هذيك لا بريزونطاسيون كان دارها مصطفى العلوي رحمه الله، وجايه تستعملي الهضره ديالو في 2022 وتكذبينا تكذبينا ثم تكذبينا على الشعب المغربي. فهمتيني يا أسماء زروال؟ بون وجبتي لينا عاود مونتاج في عيد العرش، وقلتي لينا وانت تكذبين ثم تكذبين ثم تكذبين على الشعب المغربي، وجايب لنا مونتاج في العيد الكبير وتتقولي لنا بان هذا الشيء كاين، الوغ كو داك الوقت تيبان تيبان بواحد الوضوح، واحد الوضوح، واحد الوضوح لا شك فيه بأن الأمير صغيور ولد مولاي رشيد مازال صغيور، عنده 3 سنين وهو دابا عنده 6 سنين، وجايبه لنا في عيد العرش في هذاك المونتاج اللي درتي تتبيني لنا التزوير والكذب، وعنده 6 سنين وانت جايبه لنا في المونتاج الفبركة الفبركة، جايبة لينا الأمير صغيور عنده 3 سنين وهو دابا عنده 6 سنين. حاجة أخرى جايبة لينا في الحفل ديال الإحياء الذكرى ديال نبينا صلى الله عليه وسلم، جايبة لينا مولاي رشيد بلا برونزاج، بدون برونزاج، الوغ كو بضعة أيام قبل كان في لندن وكان عنده واحد البرونزاج ما دايرش، واحد البرونزاج زوين بزاف وكان ضعيف، ومني جبتيه لينا في إحياء الذكرى ديال المولد النبوي جايبه لينا أبيض ما كاينش البرونزاج، وتبارك الله كان عامر ما كانش ضعيف كما بضعة أيام من قبل. أسماء زروال ما شفنا منك لحد الآن إلا الكذب والكذب ثم الكذب على الشعب المغربي، وقلة الاحترام وقلة التقدير اللي انتيا تتوري تجاه الشعب المغربي. كيفاش أسماء زروال بغيتينا ننتقو بك؟ حاجة أخرى، هاد الفيديو هذه اللي جبتي تتقولي لينا فيها الملك في الجيب راه عاد بان في الجيب، انا ما عرفتش بان قديمه،
عاد قالوا لي الناس بان هذيك الفيديو راه قديمه. هذه حاجه. حاجه اخرى اسماء زروال، شوفي المره الماجيه بغينا نشوفوا الامير مولاي الحسن تبارك الرحمن ما شاء الله عليه، بغينا نشوفوه كيما شفناه اخر مره. راه اخر مره ملي شفناه راه تيبان كبير على هذه المره هذه، فهمتيني؟ الوغ اسماء زروال، دابا هاد القضيه اللي درتي ديال خشيتي البرلمانيين في لوطيل يومين ودرتي لهم البي سي اخ وهذا الشيء، شوفي اسماء زروال هذا الشيء تنطلبوا توضيح ديال هذا الشيء، وتنطلبوا اجوبه واضحه وشفافه. علاش البرلمانيين مشاو داروا البي سي ار وتسد عليهم يومين في لوطيل، وهادوك اللي كانوا قريبين بزاف من جلاله الملك في احياء ذكرى المولد النبوي، علاش هادوك ما مشاوش لوطيل يومين وتسد عليهم وما داروش البي سي ار؟ حاجه اخرى تنطلبوا نعرفوا علاش كانت عدم الحمايه ديال جلاله الملك في هذيك الجيب من ينقذوا عليه هذوك الناس نساء ورجاله، علاش ما كانش عنده الغارد كور؟ شنا واحد القضيه، لاحظنا واحد القضيه على ان لالا سلمى ما كانش عندها الحمايه، لان هذيك ما كانتش لالا سلمى، كان سوزي ديال لالا سلمى وتبتناها وكلشي عاقبيك وكلشي عارفها، فهمتيني؟ دابا هاد المره ما جبتيناش الصوت ديال مصطفى العلوي لان فضحناك وتفضحتي وعاقبك المغاربه، هاد المره جبتي لنا اصوات اخرين ديال لا بريزونطاسيون. ولكن اسماء زروال راه الامير مولاي الحسن ما شاء الله عليه راه تيبان صغر من اخر مره فاش بان، فهمتيني اسماء زروال؟ خوتي خواتاتي الفهم يفهم. وحنايا فرحانين اللي شفنا جلاله الملك في الفيديو على الشاشه، وحنايا دابا تنطلبوا الله العلي العظيم باش نشوفوا قادما وقريبا ان شاء الله جلاله الملك في الخارج، تي يحضر لشي حاجه اللي هي بحال شي مؤتمر بحال شي حاجه بحال هكا، وراه بزاف ديال رؤساء الدول تيعرضوا عليه وتيبغيو وتيحماقوا عليه، وراه عاد الرئيس ديال تركيا راه عرض عليه، وتنتمنوا ان شاء الله نشوفوا جلاله الملك بحال هكا بحال هاد المناسبات هادو في الخارج، باش يفرحوا الناس ويسعدوا ونكونوا حنا فرحانين، وحتى الرؤساء ديال الدول اللي تيبغيوه وتيحماقوا عليه وتيقدروه حتى هما يكونوا فرحانين بلا بريزونس ديالو في الدول ديالهم. اسماء زروال فهمتيني شنو قلت لك ولا ما فهمتينيش؟ الوغ لي سوزي اسماء زروال ديال لالا سلمى، هذيك لا سوزي ديال لالا سلمى ما عطيتيهاش الحمايه لان عرفتيها ماشي لالا سلمى. اين هي الاميره لالا سلمى؟ اين هي الاميره لالا سلمى المختفيه؟ اين هي الاميره لالا خديجه المختفيه؟ اسماء زروال جاوبينا على السؤال بالحضور ديالهم ماشي بالمونتاج. كلمه اخيره لسوزيا اسماء زروال، انت ما تتحميهمش لان وريتينا في لالا سلمى في هذيك الفيديو اللي تتقولي هي لالا سلمى، هذيك لاسوزي ما حميتيهاش لان عرفتيها ماشي لالا سلمى. اسماء زروال تعاملي مع الشعب المغربي بوضوح وشفافيه، والا ديجاج يا اسماء زروال يا الخنز يا الوسخ. خوتي خواتاتي المغاربه اذكياء من اذكى شعوب العالم، الفهم يفهم، فهمتوني؟ ودابا لايكيو هذا الفيديو على هاد المجهودات هذه اللي تنقوم بها باش تنعري الوجه ديال اسماء زروال، تنحيد لها الماسك ديالها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.